متابعينا الاعزاء، حياكم الله معنا في برنامجكم الاسبوعي رياكشن، البرنامج اللي من خلاله ننقل لكم اهم الاحداث الرياضيه المحليه. اليوم بنشوف ونتابع ربع النهائي كاس ولي العهد العربي، حل ضيف على نادي كاظمه. خلينا نشوف ونتابع احداث هذا اللقاء. يحل عليه ضيف العربي وجمهور العربي تواجد، يمكن زحف من المنصورية للعديلية، ضيوف ثقال اليوم، بس كاظمة دايم يكرم ضيفه يفوز 3. لا إن شاء الله العربي يسويها اليوم ويتأهل ويطلع كاظمة إن شاء الله، وإن شاء الله بالبطولة هذه إن شاء الله دربة عالية، إن شاء الله دربة قوي. يعني راح تكون إيجابية، يمكن اليوم آخر يمكن مباراة بالدور ربع النهائي، شفنا قاتية أهل الكويت باجي لندية، هذه مباراة أخيرة. يمكن العربي يعني يكون مرتاح نفسيا اخر مباراه وبصعد. صراحه اللي تاهلوا هم الاقوى صراحه، القادسيه والكويت ومعاهم الجهره كنا اذا ما خاب ظني، والعربي ان شاء الله بيلحقهم لان هذه بطوله ما تروح على العربي. اخباوي وقاعد مع جمهور كاظمه اليوم. اي لانه في ثقه بالفريق ان شاء الله بيخلص. ثقه ولا عشان تطلع مني اذا خسر؟ لا لا ثقه ان شاء الله. ثقة كبيرة، والعربي معروف من الفترة اللي طافت لعبته الكؤوس، ان شاء الله يقدرون يخلصون. الحين صار طموحكم الكؤوس؟ لا ان شاء الله السنة الفريق متطور، ان شاء الله الدوري، بس الكؤوس يعني من سنين تخصص العربي. ايش العربي خايف على الدفاع؟ والله مو خايف، تعرف جايين من المنتخب والحين قاعد يفتحون اللعبة توها، تنقلات وداشين داخل الشباب، وان شاء الله الحين جاي الجول ان شاء الله. كاظمة هذا؟ كاظمة على العين والراس، بس هذا الزعيم العرباوي يعني. سابقا؟ لا مو سابقا، موجود لحد الموت موجود، لما يشيلوني موجود. كاظمة والعربي، والعربي ضيف ثقيل عندكم اليوم، شلون شايف مستوى كاظمة اليوم؟ ما خايفين من الملعب، مو قاعد يهجمون ولا ما خطتهم ولا شيء. لان العربي ترى يخوف. نلعب بس لو يشدون حيلهم بالهجوم شوي يهجمون، ان شاء الله نقدر عليهم. يخوفكم العربي؟ لا ما يخوف. كاظمة انتم السفير؟ ايه طبعا. اليوم انتم الضيوف عند كاظمة، كاظمة دايم قوي ويحرج ضيوفه ويفوز ربع نهائي، واللي يفوز يوصل يمكن نصف النهائي. كاظمة يعني؟ شو تشوف المباراة اليوم؟ والله لحد الحين عندنا يمكن 21 مو اللي تبي يعني، المباراة مو اللي يعني متكافئة يعني. احمد هايل الى المواس، كره خطره، جول الله. شوف لعب الكره، لعبت على طول من خطا من اشراق الى محمد المواس، حاول انه يضع كره خطره لكن المست القائم الايسر من مرمى نادي كاظمه، كره ملعوبه لصالح كاظمه، فابيانو قاطع كره بطريقه سريعه، فابيانو لصالح كاظمه، فابيانو لناصر فرج، ياتي لمين، حط الكره لكن بيشيلها حميد القلام. على اعصابكم؟ اي مباراه صعبه اكيد، كاظمه فريق قوي، خروج مغلوب مشكله. كاظمه عنيد؟ كاظمه عنيد اكيد، بس يبقى الزعيم يعني حزه اسم بس يعني، مع احترامي. لا 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 ما في شيء اسمه زعيم وانتهى، يرجع اكو كبوات يصير بالفرق. كم سنه تبقى الفرق القادسيه؟ بالثمانينات ما له شيء، اليوم القادسيه هو يرجع يقولون انه هو زعيم. زين الدورات هي الكويت، سامية، القادسية، كاظمة. اي اكو هبوط واكو ارتفاع وموجات تصير. بداية العربي قوية. بداية هبوط. للحين احنا بالدوري متصدرين، والحين احنا بالبطولة كأس ولي العهد. إذا خسرت اليوم شنو العذر؟ لا إن شاء الله احنا بالنهائي. إذا خسر؟ لا احنا بالنهائي. إذا خسر؟ يعني ما راح تطوف المباراة، ما تطوف. كاظمة مو هذاك المستوى اللي قاعد يقدمه العربي، قاعد يخوفكم كاظمة ومقعدكم. لا احنا ما يعني لما نقول ان كاظمة يقدم مستوى مو معناته احنا خايفين. لا احنا عارفين لاعبيننا وعارفين مستوى فريقنا وعندنا ثقة كبيرة في فريقنا. كاظمة ضاغط يمكن، شفنا العربي يضيع هجمة وبدا يضغط كاظمة، شلون شايف المباراة اليوم؟ والله من طرفين يعني، هجمة مني وهجمة مني. شو شايفين مستوى العربي هالسنة؟ والله زين، لا الحين زين. مهمة بطولة كأس ولي العهد؟ أي متى
الزعيم العربي ياخذ بطولة؟ والله ودنا ان شاء الله. جمهور الكظماوي اللي متواجد اليوم يمكن جمهور قليل، يمكن بدينا نشوف جمهور كاظمه، بدينا نشوف جمهور السالميه. كاظمه هالسنه راضين عن مستوى بالبدايه؟ والله مستواهم تدريجي، يطلع شوي وينزل شوي على حسب، لان الدوري توقف اعتقد او الكاس المسابقات وقفت، فنطلع ان شوي شوي الامور تحسن. اليوم يعني ما في يعني ما تقبل القسم على اثنين، ايه اللي يفوز يصعد، هذا خروج المغلوب يعني ما في رحمه. راضين عن مستوى يعني مستوى النادي؟ ان شاء الله الموسم هذا احنا راضين، ان شاء الله الموسم هذا راضين، واللاعبين زينين وقاعد يكفون ويوفون ان شاء الله. بس انا اشوف ان المدرب قاعد فراس، ما ادري ليش اليوم قاعد فريحته وراد، المفروض هذول اضافه حق النادي، لان فراس لو يلعب اليوم يمكن يصنع فارق صراحه بالمباراه هذه. هم كاظمه ترى يبي البطوله ويبي يصعد اي انا اقول لك كاظمه، انا ما استهين بكاظمه، زين كاظمه يمكن يفاجئنا اليوم، بس الدفاع العربي تعبان. الدفاع العربي اكيد تعبان، لان عندك خطه مو، عندنا ظهير شوي ان شاء الله يتوفق اليوم ان شاء الله يصير زين. الله يعطيك طولة العمر ان شاء الله. بس خلاص من 13 سنه او 14 ما اخذت حبيبي؟ لا حبيبي لا، هذا تاريخ، هذه اجداد يشبع له، هذا معروف عايشين على التاريخ. عايش لا لا عشان التاريخ، ولا وجاي قدام ان شاء الله. متى؟ وراح اذكر هالسنه ان شاء الله، بحيل الله ان شاء الله. كل سنه تقولون هالسنه؟ لا هالسنه غير، هو مبين، هو شيء مبين من اول شيء مبين. لا القادسيه ورد الكويت على مستوى، لا اخوي القادسيه انا اقول لهم صدفه منايلك حق السنه الجايه، مو سنه بعد، انا على الفريق هذا اللي عندي يعني ابي لي اربع مواسم خمس مواسم يعني باخذ بطولات، يعني بعد ست سنوات سبع سنوات تعال جابني مره. خطأ لصالح العربي، احمد هايل ينتظر مسانده، ضربه لعوبه حسين منسوي، لكن حلوه كان الفريقين في مسابقه سمو ولي العهد الكاس الغاليه فابيانو. الله ملعوبه في الامام والمحاوله السريعه الان لاحمد هايل والمسانده حضره، كره خطره، جول اجراغ. الله بالاجواء الحلوه نشوف الشباب الحلوين متواجدين اليوم في استاد الصداقه والسلام. كاظمه والعربي، وسمعت انك قدساوي. انا قدساوي. زين شلون شايف اللعب؟ يعني اللي يفوز مني راح يواجه القادسيه؟ اللعب ميت وكل شيء سهل على القادسيه. القادسيه باذن الله كاس ولي العهد راح يرجع حولي، وما له مكان غير حولي، نفس الشيء كاس الامير والدوري. واللي يواجه القادسيه الثقه، شو الثقه هذه؟ اللي يواجه القادسيه ينداس عليه، غيره ماكو. نحترم جميع الفرق طبعا، بس العربي صعب، السالميه فاز عليكم بالدوري، الحين احنا بكاظمه والعربي، يعني انت الحين ميولك حق كاظمه؟ انا صراحه ما اميل حق احد غير القادسيه، والقادسيه زعيم وملكي مو بس ملكي، القادسيه ما يخاف من اللي قدامه. كنا الجول طول. والله ان شاء الله، صار له الحين شوط ونص، بس ان شاء الله الفريق متعدل الشوط الثاني، اللعب كله على جول كاظمه. مع التغييرات اللي سواها المدرب مع نزول فراس الخطيب، خط الهجوم بدا شوي. كاظمه يخوف؟ لا والله يخوف، كاظمه يخوف دائما، نشف ريجنا كاظمه. خوف مبين عليكم يعني، انتم شوف الجمهور العربي متوزع. اي لا بس على ارضهم وشوي بعد شادين حيلهم كاظمه. اكثر موضوع على ارضهم وعلى ارضنا؟ والله نفسيا عندهم، نفسيا على ارضهم شوي كاظمه. وهم الفوز؟ اي اكيد، خروج مغلوب. المشكلة بعد اشواط اضافية، بعد التوقف اللي صار ما ندري عن لياقة ربعنا. هي رديف شغال يعني. اي بس محترفين واللاعبين ما خوف، اشواط اضافية تخوف. ضامن تفوز على كاظمة اليوم؟ ضروري. إذا خسر؟ لا إذا خسرت بعد ما تشوفني أنا من لقائي. وعد؟ وعد. هذا جول؟ وعد، ايش قلت لك أنا؟ وعد ضاعت مو قول، وان شاء الله جاي لك، هذا بدايه خير. هذا خسر العربي ما اشوفك. وعد ما تشوفني. قديش مدرب؟ ما تشوفني. تحدي؟ تحدي، توكل على الله، انا راضي بالتحدي. انا ودي العربي يفوز اليوم عشان اشوفك. لا ان شاء الله على الحظ. لا مو على الحظ، ان شاء الله اليوم هذه المباراه، انا اقول لك ان شاء الله عرباويه، وان شاء الله البطوله هذه العرب مستمر فيها لين النهائي ان شاء الله. ياخذ بطوله العرب؟ العرب الموسم هذا ان شاء الله. كل الموسم يقولون هالموسم؟ لا الموسم هذا غير، الموسم هذا في إدارة قوية وعنده نفس الإدارة. شنو التغيير؟ لا اللي تغير فيها أن عيال عاشور موجودين كل سنة موجودين. لا السنة هذه غير، السنة ماسكين إدارة ومدير الفريق عاشور
بعدين الدعم، كل ما تدعم لاعب، لما تدعم لاعب مادة ولا شيء هو هم ينجز لك الملعب، لأن هذا اللاعب حرام عليهم يعني معاشاتهم مش صايرة، بس الدعم زين لهم يعني. أنا أتمنى عاشور أن يدعمهم كل فترة عشان بالملعب يصيرون زينين. كل التوفيق حبيبي. مشكور. مشتاقين للبطولة إن شاء الله. ليش ما قاعد ياخذ بطولة؟ لا إن شاء الله هالسنة في. كل سنة تقولون هالسنة. بس لا هالسنة غير عن. كل سنة تقولون غير هالسنة. لا إن شاء الله هالسنة يشدون حالهم يأخذون إن شاء الله. يعني نفس تقريبا التشكيلة، ماكو إضافة. لا في بركة في الشباب اللي موجودين. كل القادسية رد المستوى اليوم، فاز على السالمية. إن شاء الله اليوم إحنا نفوز به. كاظم يبي يفوز؟ لا إن شاء الله نفوز به. ما يبي قبل النهائي؟ لا إن شاء الله إن شاء الله. يعني 1-0 2-0. الله يعطيك الصحة والعافية وكل التوفيق. تصدق خذيت بطولة؟ إن شاء الله الموسم هذا لنا الدوري، خذيت بطولة لنا بعد الموسم ما خلص. القادسية كويت تجاهر ما احترامنا الكبير حق القادسية أكيد، بس يبقى العربي زعيم. القادسية آخر مواسم يمكن العربي والكويت ما قام يقايش. احنا بنقول الموسم اللي فات قبله واللي قبله. اي احنا هم بالثمانينات يمكن عندنا عايشين على زمن الثمانينات، وقاعد اقول لك هي دورات تصير. احنا دوراتنا كنا بالثمانينات، كبوة للفريق يرجع الفريق مره ثانيه. مستوى الدفاع متوسط، الفريق قاعد يعاني بالدفاع، بس استمراريه الفريق بهالطريقه زين، الاصرار على اللاعبين ان انت تستمر مع اللاعبين يعطونك، تبقى مساله الانسجام بين اللاعبين. أداء هذه التمريرة، كرة ملعوبة لصالح فابيانو محاولة بشيل بلوش من أمام فابيانو، كان ممكن كرة خطرة ناصر فرج لصالح كان حلوة، لكن حميد القلاط أحمد الصالح بيلعب كرة بالأمام جهة اليمين، فهد الفرحان بيحضر مع المواد، كرة خطرة محاولة لكن بشيل، برافو عبد العزيز كميل، حمد الشراغ نغلة في الأمام، كرة محاولة العربي لكن الصافرة حاضرة بوجود، هدف ملغي إن شاء الله يعوضونها، إن شاء الله يعوضونها، العربي قدها إن شاء الله، اللاعبين قد مسؤولية إن شاء الله. هذا ما طول ما قول للحين. والله ما شي أقول لك، يقول مو متوافقين اليوم كاظمة، إن شاء الله الفوز عرباوي ويقول لي بالطريق. أنت كاظمة يتوفق اليوم يقول لي أنا ترى أكيد يعني إن شاء الله كل الطرفين توفقون، بس إن شاء الله العربي اليوم يبيضه ونطلع بنتيجة حلوة، المهم نفوز بالدام إن البطولة خروج مغلوب إن شاء الله 1-0 كافي، طلع كاظمة وإن شاء الله نشوف قدام الفريق الجدام. تحس إن العربي ضيف ثقيل عندكم؟ هذا الزعيم لازم العربي قوي، ها العربي جمهوره وحضوره قوي، فاز عليكم بالدوري. إيه لا السنة العربي متوفق السنة، ان شاء الله ربعنا يسوون شيء ان شاء الله المستوى هذا ان شاء الله. ودكم بطوله انتم جمهور؟ اي اكيد طبعا، خاصه كاس العهد عز علينا. منو حلول يعني مدربكم اليوم؟ والله في اصابات عندنا اعتقد، ان شاء الله كنا متاملين ان يوسف ناصر يشارك بس ما شارك، كان مصاب. عبد الله الظفيري اليوم ان شاء الله شيء ان شاء الله اذا الله سهل ان شاء الله ان شاء الله. كل التوفيق. الله يسلمك يا شبدي، مشكور. على المستوى هذا لو تواجه الحين قاعد تواجه كاظم ما قاعد تعاني، لو تواجه القادسيه ولا الكويت مباراه كؤوس هاي خروج مغلوب، اضافه خروج مغلوب في حذر من الفريقين، فالفريقين ماخذين حذرهم بعض لان اي جول ممكن يخلص المباراه. عقبي خايف من كاظم اليوم؟ كاظم مهما كان فريق كبير له تاريخه، خصوصا بالكؤوس لما له تاريخه يعني له احترامه له تاريخه. يعني اصابات عنده كاظم؟ والله أما العربي يعني من اليوم ما مستغرب عن التشكيلة، ايش فيه غرابة يعني في راس توه الحين داش، ما أدري استغرب طريقة التشكيل. هذه أول بطولة راح يطلع منها العربي هلا؟ لا إن شاء الله، لا إن شاء الله بتواجهون القادسية قبل؟ لا وش ولا هم اللي يخافون منه، إحنا ما نخاف منهم. جاهز القادسية؟ لا حتى ولو إحنا جاهزين أكثر منهم، إحنا الزعيم، زعيم الكويت. في الثالث فاز على السالمية؟ لا السالمية كان أفضل، أنا شايف مباراة السالمية كان أفضل، السالمية كان أفضل من القادسية، بس ما توافقوا جمع سعيد ضيع كذا كرة قدام الجول. قدام القادسية إذا واجهتوهم، إذا عديتوا كاظمة طبعا معديهم إن شاء الله. واثقين بإذن كاظمة إن شاء الله معديهم إن شاء الله. واللي وراه إن شاء الله، موسم غير إن شاء الله بإذن الله. كل موسم كابتن تقولون إن شاء الله؟ لا الموسم هذا إن شاء الله متفائلين، كل موسم غير بس الموسم هذا متفائلين إن شاء الله
مهمة الشباب إن شاء الله. كابتن ثامر الهاجي مدير قطاع الناشئين بنادي كاظمة، نقول لك حياك الله. يمكن شفنا شوطين كان في تحفظ كبير من الفريقين، شفنا يمكن هجمات كاظمة، شفنا هجمات بس في تحفظ. صحيح، ما في شك ان الفريقين حسينا في تحفظ خصوصا بالشوط الاول. يمكن الفريقين كان فيهم هذه المباريات خروج المغلوب، فممكن يتسجل في مرماك هدف ممكن هو يخربط كل اوراقك، ولكن شاهدنا في اخر ربع ساعه او 20 دقيقه شاهدنا في تغيير باسلوب اللعب، زج بعبد الله الظفيري من ناحيه مدرب كاظمة، ايضا مدرب نادي العربي شفنا وشاهدنا فراس الخطيب، فبالتالي حاول انه يخلص المباراه، خصوصا ان الفريقين عندهم مباريات مقبله بعد يومين او ثلاثة ايام، مباريات قويه، فبيقلل من مجهود اللاعبين باقتناص الهدف. يمكن نادي العربي عنده مباراه قويه يوم السبت امام نادي الكويت، فهي تحسم نوعا ما تحسم الصداره، فاعتقد ان هذه الامور اثرت على اللاعبين واثرت على الجهاز الفني. هل بالمعقول يعني يفكرون يعني راعي البالين كذاب؟ هو ما في شك خسرت خلاص برا. صحيح كلامك، انا اشوف انه لازم يعطون اهميه حق المباراه، ولكن انت ما تقدر تمنع اي مدرب من التحفظ خصوصا بالشوط الاول. بعدها نشاهد احنا في تغيير باسلوب اللعب دائما اللي هو يعتبر شوط المدربين الشوط الثاني، وهذا اللي شاهدناه من مدرب نادي كاظمة، نوعا ما كان متحفظ اكثر من مدرب نادي العربي، ولكن مدرب نادي العربي شاهدنا انه في عنده الزج بالعناصر الهجوميه اكثر من مدرب نادي كاظمة، ممكن الحين الاشواط الاضافيه تحسم المباراه. مستوى كاظمة يطمن؟ والله ان شاء الله انه يطمن. يحرز هدف اول الان بركله ترجيح ام يبعدها القلاف والسيد منفذ هدف، اذا الهدف الاول لصالح نادي فراس الخطيب وعبد العزيز كميل وفراس الخطيب العربي جول هدف الثانيه لصالح كاظمة. شادي العزمي نفذ جول سلمي عبد العزيز شايد جول وضعها بفنية ييجو سدد ييجو جول سدد الحقيقة ييجو حراسة المرمى عبد العزيز مقصد حلوة مزيدة قوية كانت من اللاعب البديل طلال الفاضل كرة صدها حميد القلاف ترجيحية العربي أحمد عبد الغفور شايد الله لمسها عبد العزيز كميل لمسها فبيانوس سدد جول لاعب خبير الحقيقة أخيرا للعربي محمد فريح شايد جول ومبروك للعربي الفوز بهذا اللقاء بالركلات الترجيحية والأخيرة كانت لمحمد فريح بالنتيجة 5-4 لصالح العربي، وبذلك ينتقل العربي لمرحلة دور الأربعة. أحمد، ما كنتوا هايلين اليوم؟ أكيد، شوف أي فريق بعد انقطاع حوالي شهر عن رتم المباريات أكيد راح ترجع، بكون اللاعبين مش ماخذين على بعض زي ما يكون في استمرارية في المباريات. الحمد لله احنا كان هدفنا اليوم نطلع بالنتيجة الإيجابية واللي هي التأهل للدور قبل النهائي، الحمد لله رب العالمين، هاي المطلوب. ان شاء الله من مباراة لمباراة الرتم راح يصير احسن، وان شاء الله واحنا بنوعد ان شاء الله جمهورنا انه في الدوري ان شاء الله انه راح نعودهم زي ما خلصنا من بداية المشوار، ان شاء الله راح نكمل ان شاء الله رب العالمين. عبد العزيز مطوع الف مبروك، وصولكم نصف النهائي يمكن وبصعوبة على كاظمة بالترجيح. الحمد لله مباراة صعبة، ويعني انت شايف الفرق الأربعة اللي طلعت للدور الأربعة يعني كلها فرق الصراحة، حتى دور الثمانية يعني ما في تقصير فيهم، شايف انت اليوم لعبة القادسية والسالمية الكويت الجهرة، يعني كلهم فرق الصراحة لهم يعني كان لهم امكانية يدشوا دور الأربعة مثل ما شفنا، ولكن الحمد لله مباراة مسكرة كانت من كاظمة يبي يوصل، انا اعتقد يوصل للتعادل يا البلنتيات، بس الحمد لله الله رزقنا بهال البلنتي اللي مسكه
حميد، والحمد لله وصلنا الحين دور الأربعة. نفكر إن شاء الله بلعبتنا إن شاء الله الجاية مع الكويت إن شاء الله بالدوري، ونستمر إن شاء الله على هالأداء إن شاء الله. رايح بهالبطولة العربية، أي فيهم الدوري ولا كأس ولا؟ لكل حادث حديث إن شاء الله. في تحفظ عندكم؟ في تحفظ، مفاجآت للفريق إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، قول إن شاء الله. الفريق العربي، أنا أقول من أول الدوري إحنا قاعد نلعب يعني بمستوى واحد، وشايف إحنا الحمد لله يعني وصلنا الحين دور الأربعة، وإحنا المتصدرين الدوري، وإن شاء الله نستمر على هالأداء، وإن شاء الله نفرح جمهورنا يعني بأي بطولة نجيبها يستاهلونها الجمهور، وأنت شايف. لا توفيق. الله يطول لي بعمرك. صالح العنيزي، يمكن مدير الفريق الأول كرة القدم كابتن صالح، قدمته مستوى نقول جيد. ما قدرتوا، يمكن انتم وصلتوها لضربات ترجيحيه، ما حلفكم الحال. اول شيء الحمد لله على كل حال، ابارك حق النادي العربي الفوز. احنا يمكن هذه مباريات كؤوس، ما يهم المستوى، تهم النتيجه. وصلنا لضربات الحظ، هذه ضربات جزاء، مباراه ثانيه الله ما وفقنا فيها، والحمد لله على كل حال طلعنا من ثلاث البطوله، باقي لنا ثلاث بطولات باذن الله ان شاء الله نعوض. في بطوله هالسنه حكام نتمنى كل احنا يعني كل بطوله نادي كاظمه يدش لازم ينافس عليها، ويكون من او يكون منافس عليها. ف ضربات الحظ ينقصنا. ليش ما حسمتها بالمباراه؟ حسمتها احنا اول شيء في ظروف، عندنا اصابات، عندنا باترك في انفلونزا، عندنا طلال فاضل متعور، عندنا يوسف ناصر رد من المنتخب متعور، عندنا عبد الرحمن البناي متعور. فهذه الظروف، هذا مو عذر، احنا ما نحط شماعه انه والله اصابات، عندنا 40 لاعب والحمد لله وصلنا في رغم الظروف هذه وصلنا لضربات الجزاء، وضربات جزاء حظ، ومبارك حق النادي العربي اجمعين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ابتسمت ضربات ترجيحيه للنادي العربي وفاز على كاظمه بخمس ركلات ترجيحيه مقابل اربعه بعد ما انتهت المباراه الاصليه بدون اهداف. نقول ألف مبروك للنادي العربي وهارد لك الكاظمة. متابعينا، نكون وصلنا معاكم نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا الأسبوع المقبل، مع السلامة.